مرحبا بكم في سيليبريتاس نيوز، الفقرة اللي تجيب لكم أهم الأخبار الفنية كل أسبوع. نبدأ بالنجم التونسي ظافر العابدين اللي يستعد لتصوير أول فيلم من إخراجه. الفيلم باش يتصور في تونس ومازال ما حددش شكون أبطال وبطلات الفيلم هذا وشكون باش يكون معاه، مع العلم أن ظافر العابدين باش يكون بطل الفيلم اللي هو بيدو المخرج متاعو. أعلن الفنان فوزي بن قمرة في بث مباشر ليه على الصفحة متاعو على الفيسبوك على انطلاقه في تسجيل غنية جديدة بعنوان ظنيتهم حبوني رفقة الفنانة سعدة لينا بن علي، غناية باش يتم إصدارها قريبا على حد قوله. لطيفة العرفاوي تبكي على الهواء بسبب مفاجأة من والدتها. حرصت والدة الفنانة التونسية لطيفة على تهنئتها بيوم ميلادها لأحد الفرد طريقة مميزة وبهدية افتراضية خاصة على الهواء مباشرة. وخلال بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي تحدثت لطيفة عن مفاجأة من أسرتها لتفاجأ بصوت والدتها وهي تغني لها أغنية بنتي يا نور عيني الدنيا وما فيها بمناسبة ميلادها 60. ما تمكنتش لطيفة من منع نفسها من التأثر والبكاء على الهواء لشدة الفرح متاحة بالهدية الخاصة، وعلقت على المقطع بالقول أحلى مفاجأة يا رب، ما أحلى هذه المفاجأة، أحلى مفاجأة في حياتي، فرحة حياتي أمي، الله يحفظك ليا. مريم بن ملاهم تحتفل بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني، واستدعت لحفلة خطوبتها بعض الفنانين منهم هشام النقاطي ومحسن الشريف وزينة القصرينية. دائرة الاتهام قررت الأسبوع هذا الإفراج عن سامي الفهري صاحب قناة الحوار التونسي بعد استوفاء مدة 14 شهر في الإيقاف. فنان الراب التونسي بلتي يطلق فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان يا حسرة، تم تصويرها كالمعتاد في شوارع وأزقة المدينة العتيقة بتونس، وحملت كلماتها الكثير من الحنين إلى الماضي. أطلقت الفنانة آمنة فاخر فيديو كليب أغنيتها الجديدة بعنوان إهمال، وهي من نوع الأغاني الرومانسية الحزينة، كتبت كلماتها باللهجة التونسية رغم لحنها الشرقي. أثارت النجمة التونسية فريال يوسف جدل واسع بعد نشر أحدث صورة لها من عطلتها في جزر المالديف، حيث تغير شكلها بطريقة مفاجئة، أكدوا المتابعين متاحة أنها صارت نسخة من النجمة اللبنانية نادي النجم. فريال يوسف نشرت أحدث صورة لها عبر حسابها بموقع انستغرام وأكدت تواجدها في جزر المالديف لقضاء إجازة، وبرت التغيير الملحوظ في شكلها باستخدام فلتر من إعداد الإعلامية التونسية عايشة عثمان، وعلقت على صورة وقالت استعملت انستغرام فلتر الخاص بصديقتي عايشة عثمان. خارج تونس تستعد النجمة منى زكي لتصوير مشاهدها في فيلم السرب اللي يتناول الضربة جوية اللي نفذها الجيش في ليبيا ضد داعش عام 2015، ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجي فيلمز، حيث تعاقدت منى على تقديم دور البطولة النسائية في العمل مؤخرا. السرب بطولة أحمد السقا، منى زكي، شريف منير، آسر ياسين، قصي خولي وكريم فهمي ودياب وأحمد حاتم وعدد آخر من النجوم ضيوف الشرف. وتم طرح البرومو قبل يومين من الذكرى السادسة لمذبحة المصريين في ليبيا واللي تناول رد الجيش عليها. ما زلنا مع النجمة المصرية منى زكي اللي انضمت مؤخرا إلى عائلة النجمات المختارات من لوريال باري، وهكا تولي منى زكي الوجه الإعلامي لوريال باري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أعاد المطرب كاظم الساهر طرح غناية عراقنا بعد إجراء تعديلات عليها. غناية عراقنا من كلمات الشاعر كريم العراقي وتوزيع الموسيقار ميشيل فاضل، وكان كاظم الساهر قد طرح الأغنية هذه لأول مرة في شهر أكتوبر 2020 واللي أشار معها إلى أنها هدية للشعب العراقي. أصدر الفنان الكويتي نبيل شعيل أغنية وطنية بعنوان سلام يا الكويت من كلمات علي الفضلي وخلف كالكول وألحان فهد الناصر وتوزيع محمد همام وميكس وماسترينج جاسم محمد وهندسة صوت صهيب العوضي ومحمد العلي وإشراف موسيقي لعبد الله العماني. الكليب من توقيع المخرج أحمد عبد الواحد ومساعد مخرج شيخ البصيلي. الجدير ذكره أن نبيل شعيل كان قد أصدر مؤخراً أغنيته اللي تحمل عنوان بقالي ساعة على يوتيوب، وهي من كلمات أيمن بهجة قمر، ألحان وليد سعد، توزيع توما، ميكساج هاني محروس. هكا نكون وصلنا لآخر سيليبريتاس نيوز للأسبوع هذايا. تلقاونا في سيليبريتاس نيوز وأخبار جديدة الأسبوع الجاي.